100 يوم تمر على اندلاع حرب حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن نزوح 1,900,000 فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بحسب تقديرات الأمم المتحدة الأخيرة، وقد لجأ كثيرون إلى رفح أو إلى مناطق أخرى في جنوب هذه المنطقة الصغيرة، بينما تكرر وزارة الصحة الفلسطينية غياب البنى التحتية الكافية لاستيعاب النازحين. وشردنا هنا على حدود رفح المصرية على السلك إن 100 يوم، ووضعنا برضو صفر، ولا أكل ولا شرب، وما فيش شوادر، وميتين من السقعة، مش عارفين ندبر حالنا. المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا التابعة للأمم المتحدة فيليب لازاريني الذي يزور القطاع الساحلي قال إن جسامة الموت والدمار والتهجير والجوع والخسارة والحزن في الأيام المئة الماضية تلطخ إنسانيتنا المشتركة، مؤكدا أن جيلا كاملا من أطفال غزة يعاني من صدمة نفسية فيما تستمر الأمراض في الانتشار والمجاعة تلوح في الأفق. أحث كل الأطراف وكل المنظمات الإنسانية التي لها تأثير هناك على العمل على إنهاء هذه المأساة وتوفير كل الاحتياجات الأساسية والحماية اللازمة بشكل عاجل وبدون أي شروط للمدنيين ومن بينهم النساء والأطفال. وتزيد موجة البرد والأمطار التي تهطل في المنطقة صعوبة الحياة اليومية للعائلات التي تخيم في ساحة مجمع النصر الطبي، بالإضافة إلى نقص أو ندرة المواد الغذائية الأساسية للنازحين. 100 يوم من القهر من الدول، لكن إحنا صمدين صمدين، وبإذن الله ما يوم من الأيام يئست من رحمة ربنا إننا راجعين. بالعكس بقولها وما زلت بقولها، إحنا راجعين. وبالرغم من تأكيد مسؤولين إسرائيليين بذل ما في وسعهم لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، إلا أن هذا لا يمنح عشرات الآلاف الذين فقدوا ذويهم وأقاربهم بسبب القصف أي مواساة تذكر. للحديث أكثر معنا الآن من العاصمة عمان تمارا الرفاعي، المتحدثة باسم أونوروا ومديرة العلاقات الخارجية والاتصالات في الوكالة. أيضا معنا من رام الله نور عوضي، المتحدثة السابقة باسم الحكومة الفلسطينية. أهلا بكما. أبدأ معك بداية تمارا الرفاعي، يعني رغم الدعوات الدولية لوقف الحرب في قطاع غزة وكل الدمار والتهجير والخسائر التي خلفتها هذه الحرب منذ 100 يوم، دعينا نفهم منك كيف يبدو وضع منظمة الأونروا في الداخل؟ أهلا ومساء الخير. الأهم من ذلك هو كيف يبدو الوضع الإنساني، وهو يبدو بشكل كارثي، بشكل كارثي بسبب استمرار الحرب، عدم التوصل إلى وقف إطلاق نار على أسس إنسانية، رغم نداءاتنا ورغم وقوف بعض الدول أو الكثير منها إلى جانب هذا النداء، وأيضا نقص المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع بالقطارة، رغم قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لذلك أنا استمعت إلى التقرير منذ قليل، وأود أن أنوه أن الفشل الذي ذكرتموه هو ليس فشل المنظمات الإنسانية بقدر ما هو فشل الدول في التوصل إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني المتعلق بحماية ومساعدة المدنيين في هذه الحرب في غزة. والمشكلة سيدة تمارا، ماذا لو امتدت هذه الحرب لفترة طويلة؟ تمتد لفترة طويلة وهذا ما نراه، ولذلك فنحن نحذر من الآثار طويلة الأمد على الناس خصوصا النازحين. أكثر من 85% من سكان القطاع اليوم باتوا بلا بيت، يعيشون إما في ملاجئ تابعة للأونروا تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة المريحة، أو يعيشون في العراء، يعني حول هذه الملاجئ، ولا إمكانية لعودتهم مع استمرار الحرب واستمرار القصف. ولكن أيضا حتى لو توقف القصف اليوم، هناك المخلفات التي قد تنفجر، هناك بيوت أكثر من 50% من الوحدات السكنية مدمرة. لذلك حتى لو توقفت الحرب غدا، الآثار على الناس خصوصا الأطفال، سواء الآثار
الجسدية والنفسية طويلة الأمد، وستحتاج إلى جهود كبيرة من المنظمات الإنسانية لمعالجتها. أرحب بك من جديد سيدة نور عودة. يعني بالحديث عن الوضع المدني وأيضا الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة، ربما يطرح سؤال أنه كيف كافح سكان غزة من أجل البقاء وإيجاد سبل العيش في ضوء هذه الحرب المستمرة وكل ما خلفته من دمار وخسائر بشرية كبيرة للغاية؟ يعني أولا الشعب الفلسطيني يكافح من أجل البقاء منذ أكثر من 75 عام، وهذه ربما من أقصى الفترات عليه منذ نكبة عام 48. ولكن دعيني يعني حتى نوضح الأمور ونسمي الأمور بمسمياتها. هذه المجاعة التي يعاني منها الآن الفلسطينيون هي بقرار سياسي، هذه ليست أزمة إنسانية بسبب كارثة أو زلزال أو إعصار، وهي ليست أزمة إنسانية بسبب شح المساعدات. إسرائيل مارست التجويع كأداة من أدوات الحرب، وهذه جريمة حرب. هي التي تعرقل دخول المساعدات، هي التي تمنع وصول الدواء والماء والغذاء وأنابيب الأكسجين وغيرها من الإمدادات الأساسية التي يحتاجها السكان والتي تحتاجها هذه المنظمات الإنسانية وعلى رأسها الأنروا حتى تمد السكان بالحد الأدنى المطلوب للعيش. ولكن حتى في غياب ذلك، الشعب الفلسطيني يعتبر أن هذه معركة وجود ومعركة بقاء، وليس لأنهم أساطير أو كائنات خارقة، ولكن ما الخيار غير الصمود؟ يعني إما أن تصمد أو لا تصمد، وعدم الصمود يعني الموت، ولا أحد يختار الموت، لا أحد سوي على أقل تقدير. ولذلك هناك صمود، صمود أسطوري بكل المعايير، ولكن هناك جوع وهناك معاناة، وهذه المعاناة لن تتوقف كما قالت تمارا عندما تتوقف الحرب. نحن أمام كارثة إنسانية ستستمر ولها أبعاد يعني فظيعة على المدى البعيد. ولذلك رأينا محكمة العدل الدولية تتداول يوم الجمعة والسبت فيما إذا كانت إسرائيل يعني ترتكب جريمة الإبادة الجماعية، وكيف يمكن للمحكمة أن تتدخل وتوقف هذه الإبادة. وبالإضافة لكل ما ذكرته سيدة نور، ربما وكل هذه الأوضاع المأساوية التي يعيشها ربما المدنيين داخل قطاع غزة، ماذا عن المخاوف ربما من عمليات التهجير القسري لأهالي القطاع، رغم أن هناك رفض واضح من قبل الولايات المتحدة، وأيضا هو أمر يعتبر محظور تماما بموجب القانون الدولي، إلا أنه التصريحات الإسرائيلية مستمرة ربما من حين إلى آخر فيما يخص عملية تهجير سكان قطاع غزة إلى الخارج؟ يعني هو فلسطينيا ليس هناك شك بأنه الهدف المطلوب من كل هذه الجرائم، من التجويع ومن القتل ومن التهجير ومن التدمير الممنهج للمساكن في قطاع غزة، هو التهجير، هو الطرد القسري لأكبر عدد ممكن من السكان من قطاع غزة إذا لم يكن جميع السكان. صحيح أن هناك رفض فلسطيني ورفض مصري قاطع ورفض أردني، وهناك حديث عن رفض إسرائيلي بصراحة يفقد مصداقيته كثيرا في المنطقة، لأنه ما زالت الولايات المتحدة تزود إسرائيل بكل أدوات الدمار وبكل الدعم السياسي والحماية السياسية المطلوبة حتى لا تواجه إسرائيل أي نوع من المحاسبة. فيصعب حقيقة تصديق أنه هذا الموقف حاسم أو أنه سيترافق مع نوع من أنواع الخطوات الرادعة. ولكن بكل الأحوال ليس هناك شك، هذه حكومة أرادت منذ اليوم الأول لتوليها الحكومة، منذ ما قبل بدء هذه الحرب، أن تطرد أكبر عدد من السكان، ليس فقط في غزة وإنما في الضفة الغربية أيضا، وهي ماضية في هذه الخطط في الضفة الغربية كما في قطاع غزة. أنتقل إليك من جديد سيدة تمارا، ربما عندما نتحدث عن مرور 100 يوم، هل من معلومات واضحة حول صورة الوضع في شمال قطاع غزة ومن تبقى هناك من مدنيين؟ ومنذ بداية هذه العملية العسكرية، هل تمكنتم ربما من إيصال مساعدات إنسانية إلى شمال القطاع أيضا، بحكم أنه العمليات العسكرية الإسرائيلية الأولى تركزت في تلك الجهة منذ البداية؟ شمال القطاع ومدينة غزة تم فصلهما تماما
عن باقي القطاع وعزلهما، يعني هناك حصار كامل على شمال القطاع وعلى مدينة غزة، مما يعني مما أوقف تماما أي دخول أي مساعدات إنسانية. دخلت بعض المساعدات في أيام الهدنة، لكن ذلك ليس يعني ليس بالكافٍ أبدا. المعلومات تشير أن هناك ربما حوالي 160 ألف شخص ما زالوا في هذه المناطق، وكما أشرنا من قبل نحن نطالب بوقف إطلاق نار على أسس إنسانية، ولكن نطالب وبنفس القدر على أن نتمكن من الوصول إلى جميع مناطق القطاع. يعني أيضا لا يمكن فرض هذا النوع من الحصار من قبل السلطات الإسرائيلية وعدم السماح بتاتا للمنظمات الإنسانية ومن ضمنها الأونروا أن تدخل المساعدات سواء إلى الناس أو إلى المستشفيات التي ما زالت تعمل ولو بشكل جزئي. أما بالنسبة للتهجير القسري التي تطرقت إليه منذ قليل، فنحن كوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين والشاهد على عملية التهجير منذ 75 سنة، نحن نقول ما نشهده اليوم في غزة هو أكبر عملية للتهجير منذ 48. وكلما أعطت السلطات الإسرائيلية إنذارات للإخلاء للسكان في القطاع وقالت السلطات أنهم يجب أن ينتقلوا بحثاً عن الأمان والأمن، ينتقل السكان إلى أماكن لا تستمتع لا بالأمن ولا بالأمان ويستمر القصف، ثم تستمر الأوامر بالإخلاء. لذلك هناك الكثير من العائلات انتقلوا 4 أو 5 مرات وكلها في العراء وكلها دون أن يحصلوا لا على الأمن ولا على الأمان ولا على الحماية. سيدة نور، تحركات أمريكية ربما في الآونة الأخيرة تابعناها مع زيارة بلينكين إلى المنطقة ولقائه برئيس السلطة محمود عباس الذي توعد ربما بإجراء إصلاحات متعلقة بالسلطة، اتخاذ مثل هذه الخطوات وإجراء مثل هذه اللقاءات برأيك من الممكن أن تمثل ربما بداية للحل، على أقل تقدير ربما توقع ما هو شكل القطاع بعد هذه الحرب، وربما أيضا التعجيل بإيقاف إطلاق النار داخل القطاع؟ ولكن مرة أخرى عمليا ما حدث هو يعني بعيد عن ذلك، لأنه السيد بلينكين قدم إلى الفلسطينيين وليس بجعبته شيء، هو حتى لم يستطع أن يفرض على إسرائيل أن تفرج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل رهينة لأسباب الابتزاز السياسي، وهي يعني تأخذ هذه الأموال وتحصلها بالنيابة عن السلطة بموجب الاتفاقيات وتأخذ مقابل ذلك عمولة عالية للغاية. ورغم ذلك بلينكين لم يستطع منذ بداية الحرب أن يدفع إسرائيل التي يحميها ويسلحها بعيدا عن الكونغرس أن تفرج عن هذه الأموال الفلسطينية. وبالتالي الحديث عن إجراءات تغيير في الأسماء في الأشخاص هنا وهناك، هذه يعني هذا حديث ما زال في القشور ولا يدخل إلى صلب الموضوع، وليس هناك كثير من الثقة أنه في قدرة أمريكية على التأثير. يعني يمكن للولايات المتحدة تمارس الضغط على الطرف الفلسطيني، ولكن لا نرى أنه هذا موجود مع الطرف الإسرائيلي، وبالتالي المعادلة تصبح معادلة بائسة. لكن هناك نقطة لافتة مطلوب منه التسليم. نعم، يعني هناك نقطة لافتة سيدة نور، بأنه إذا ما نظرنا إلى التحركات الدولية نرى بأنه فقط الدبلوماسية الأمريكية هي من تتحرك تجري الاتصالات هنا وهناك مع الوسطاء. لا مش ربما لا لا مش مزبوط. طيب مش مزبوط. من هناك أطراف أخرى تتحرك غير يعني الولايات المتحدة أو بهذا الحجم؟ هناك ربما مبادرات أوروبية ذهبت إلى لبنان، هناك غياب واضح باستثناء التصريحات الروسية والصينية، عربيا كله يتناقش في نهاية المطاف مع الجانب الأمريكي أيضا. طيب يعني هو العالم يعني مش موجود فقط في الجزء الشمالي يعني أو الجزء الأبيض من الكرة الأرضية، في كمان دول أخرى، دول الجنوب وهي تتحرك، وهناك حراك تاريخي تقود الآن جنوب أفريقيا. الولايات المتحدة تحركت حتى تحمي مصالحها، تحركت حتى تحمي إسرائيل، ولذلك هي فقدت منذ البداية
جزءا من مصداقيتها، لانها تريد ان تضبط ايقاع هذه الحرب هناك بحيث تضمن. بس اعذريني لانه لم يتبقى كثير من الوقت، هناك فرق ما بين ان تتجه دوله لتوجيه اتهام وما بين ان تسعى دوله ربما للتهدئة. طب على ايش عم تسعى؟ على ايش عم تسعى الولايات المتحده؟ الولايات المتحده تريد لاسرائيل انهاء هذه الحرب دون ان يتدخل اي طرف اخر في هذا في المنطقه. كيف ما هناك شركاء، هناك دول عربيه، هناك مناقشات تطرح سواء على الجانب الاسرائيلي او الجانب الفلسطيني ايضا سيده نور. لا لا ما يعني ما هو ما فيناش نعطي الموضوع يعني انغلفه بطريقه مش طيب. مش دقيقه. طيب خلينا نستمع. امريكا تريد ضبط الايقاع، لا تريد لأحد أن يتدخل ولن توقف طيب. الحرب على إسرائيل، هذا هو الموقف الأمريكي. هي تريد بطبيعة الحال دورا لها فيما بعد الحرب، وتريد أن يكون لها قول وكلمة طيب في اليوم التالي للحرب، ولكن هذا لا يكفي لأنه الصوت الفلسطيني والإرادة الفلسطينية غائبة. شكرا جزيلا لكما من رام الله نور عود المتحدثة السابقة باسم الحكومة الفلسطينية، من عمان تمارا رفاعي المتحدثة باسم الأونروا، وشكرا جزيلا لكما.